مرحبا، تفضل. وقت علينا الضوء. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم وصباح الخير. صباح جديد هذا، صباح زوين. اليوم ان شاء الله ما غاديش للخدمه، خديت الاذن باش ما نمشيش للخدمه. عندي واحد نقولوا فورماسيون، عندي فورماسيون، غادي نمشيو للفورماسيون. دابا 7 الصباح هادي غادي نخرجوا دابا للفورماسيون، يعني غادي نحاولوا نشدوا الطوبيس بكري. ديما معطلين ديما، المهم اليوم فقنا شويه بكري، غادي نمشيو نتحركوا دابا نفطروا، نبدلوا حويجاتنا بعدا. نبدلوا حويجاتنا هي الاولى. وي وي علي ابراهيم، علي علي وي وي. المهم دابا يلاه بغيت نمشيو معايا ان شاء الله ليفينمون، غادي نحاول ما امكن نصور لكم الا كان ممكن نصور. ومن طبيعه الحال الا بقات لينا الوقت غادي نعاود ثاني نرجع دوار اخرى في مراكش. وكنتمنى يكون يدوز فيديو زوين. ما عرفتش انا شنو بغا يطرا في هاد الفورماسيون، ما عرفتش شنو بغا يكون بالضبط. قالوا لي شي حاجه بدوك المرشدين السياحيين وهذا، ما عرفتش، غادي نكتشفوا داكشي كاملين. يلا يلا بقوا معايا، نتلاقاو في مراكش ان شاء الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في مراكش. غادي دابا عند واحد الصديق اللي اتصل بيا البارح، دار معايا الصباح وتعطلت عليه، تعطلت عليه بزاف. انا دابا غادي عنده، قال لي تنستنى حدا الكتبيه. دابا الكتبيه كي تشوفوها ها هي الكتبيه. دابا انا غادي ان شاء الله غادي نمشي عنده، ومن بعد غادي نشد تاكسي ولا طوبيس ولا نمشي على رجلينا. حد صراحه ما عرفناش فين، بجوجنا ما عرفناش فين. غادي نسولو، غادي نسولو من طبيعه الحال الشيخ جوجل، هو اللي تعرف كل شيء، وغادي يعطي لنا فين غادي نمشيو. ونشوفو داكشي كيفاش يدوز. من طبيعه الحال غادي نشارك معكم كل شيء كما العاده. يلا نخليكم دابا ونتلاقاو من دابا شويه. الفرنسي اخوكم ديالك في الفرنسي، ما عرفتش علاش تيقولوا، ولكن تنتمنى يكون خير ان شاء الله. عمي صاحبي وي جير كافي لا وي دونك سافي سي نورمالمون جانفي سي با لا بون سيزون بور لا بريباراسيون فهمت والو.
الخوت عاد سالينا السيونس الاولى اللي عندنا غادي نخرجوا ندير واحد بوز كافي يعني القصه الماكله ومن بعد غادي نمشيو ديك الساعه غادي نرجعوا نكملوا ما صورش هذا تقريبا شي ساعه دابا باش بدينا ساعه دابا باش بدينا ساعه وربع تقريبا غادي نمشيو دابا نشوفوا جهنا انتم عارفين داكشي شنو بغيت رافع ومن بعد غادي نرجعوا باش نساليو هاي القهوه باش نساليو داكشي الاخر بقى معايا انتوما كنتو تشوفوا دابا كلشي بغيت تصور مشى الناس تتصوروا انا بغيت نصور راسي انا عندي كاميرتي انا عندي كاميرتي انا كنصور راسي شوف كلشي الناس كتصور بنت لي هاد الخريطه قلت نصورها لكم المهم البلاصه هادي دايره بحال شي دار الشباب دايره بحال دار الشباب ولا مارت دار المنتخب جات في مراكش في بيليز بالنسبه للناس تاع مراكش اللي ساكنين هنا غادي يكونوا يمكن كيعرفوها اول مره كنجي ليها حتى انا يعني جايين بلا اكتشف هاد البلاصه كاملين كما العاده جايين وكنكتشف الله يحفظك ياك ماشي مشكل نصورو الله يحفظك احنا عارفين جينا بنا نقصيو هنا عطاونا رقم 30 هاد ما كتبانش المهم غادي نجيو نقلبو فين غادي نجلسو لا هيا اللي ما كنعرفوهمش ونوريكم المشاكل اللي كيوقعوا لكم ملي مشيتوا لهاد البلايص ونوريكم كيفاش تفادوا هذوك المشاكل ونكتشفوا البلاصه المناطق ديالها المناطق السياحيه فين تاكلوا وفين عجبتني انا عجبتني بالله دابا غادي نمشيو ناكلو ما عرفتش حطوا لهم الماكله الا خلوني بلا شي مشكل ما عرفتش حطوا لهم الباقي المهم غادي نمشيو ناكلو ومن بعد حطوا لي والله ومن بعد غادي نمشيو لا سيونس الثانيه ولا المهم داكشي بالفرنسي ما فهمتش بزاف شديدي شي حاجه سهله بسيطه اللي كنفهم فيها كنحاول نشرح تراديكسيون هذا المهم الله يخلي لنا الشيخ جوجل نعاوننا في هذه الفورماسيون هذه يلا نخليكم دابا خواتاتي مرحبا بكم هذا الثاني عاد تغدينا خرجنا دابا من الفورماسيون تغدينا عندنا واحد ريزرفاسيون في واحد لوطيل غنمشيو دابا لوطيل ان شاء الله غادي نباتو فيه حتى الصباح وغادي نعاودو نرجعو ثاني للفورماسيون من طبيعه الحال الفلوق ديال اليوم ما عرفتش كندير ليه واش نجمع لكم اليومين ديال الفورماسيون كلها ولا ندير لكم نهار كل نهار بوحدو المهم غادي نشوف ديك الساعه كيفاش غندير على حساب باش ما نكثرش الفلوق وباش ما يجيش طويل غادي نحاول نقسمو على جوج الا كان طويل غادي نحاول نقسمو على جوج المرات ما كانش طويل غادي ندير لكم فلوق في يومين اللي دوزنا هنا في مراكش دابا كاين في بيليز غادي لجهه السعاده اللي كيعرفوا مراكش من السعاده لجهه واحد لوطيل تما بلا ما نذكرش السميه نديرو لي شار فابور غادي لوطيل غادي نباتو فيه حتى الصباح الله يحفظك
غادي نبداو فيه حتى الصباح ومن بعد ديك الساعه غادي ندوركم في مراكش، غادي ندوركم في البلاصه تما، غادي نشوفوا المناطق اللي في هذيك البلاصه. بقاو معايا غادي تشوفوا كل شيء، ما غاديش نطلع عليكم. تانينا الضوء خوت، مرحبا بكم عاود ثاني، مرحبا بكم عاود ثاني. الضو ماشي هو هذاك، ما عرفت واش كتسمعوني بعدا ولا لا، كاين صداع غادي دابا في الشارع. المهم جينا تخدينا شي لعيبات، غادي دابا راجعين للوطيل، غادي نرجعو عاود ثاني للوطيل. ديك الساعة فاش نوصلو للوطيل غادي نوريكم ديك الساعة داكشي اللي تقدينا، وهذا داكشي اللي تقديت باش نتعشى، حيت ما دايرينش لينا العشاء في الوطيل، دايرين لينا الفطور في الصباح. واخا دايرين لنا الفطور تاع الصباح، يعني العشاء دابا كبروا راسكم، انطحروا شريو اللي بغيتو، تعشاو كيما بغيتو. يعني دابا غادي نمشي تقديت شي لعيبات، هذا من مرجان كاين حدانا الحمد لله. دابا غادي نمشي غادي للوطيل، رجعنا للوطيل بينا نتقداو والو شي لعيبات، شي شارجور ولا شي لعيبانه. خاصنا الدري اللي معايا صاحبي قال لي خاصو شي شارجور، عرف لي عليه ديالي. رجعنا دابا للوطيل، المهم باش نمشيو باش نتعشاو، غادي نوريكم داكشي ديال باش نتعشاو. المهم لي باني وصافي، الاول جينا كان مشغول، كان الدراري كان يلاه نتلاقاو في الوطيل. Allez, allez, allez.
خواتاتي هاني جيت. اول حاجه غادي نجبدوا بعدا هاد اللبانه داكشي اللي جبنا ديالها نجبدوا بعدا هادي باش نطلقوا لكم شويه ديال الضو. دابا مزيان دابا مزيان هذاك الشيء اللي جبنا واعر جبنا هذي تفاحة أفوكا بوربيت بوربيت أخرى الباشي ما عرفتش كتعرفوا ولا لا باشي زوين واعر بزاف كيعجبني ايه اوف هاد اللي بات فيها الشوكولاته ما عرفت هذا مزيان المهم اخوتي شنو غنقول لكم اليوم كل نهار كنقول لكم شي حاجه جديده شي فائده شي حاجه شي بحال نصيحه اعتبروها نصيحه اعتبروها نصيحه من خوكم الصغير ولا من ولدكم اولا من خوكم الكبير الناس اللي انا كبر منهم المهم الناس مثلا اللي ما خدامينش ولا الناس اللي ما بقاو ما يديروا تيقولوا لا راه الدوله ما وفرت ليناش ولا الدوله ما عطاتناش ولا شي حاجه يكذب عليك كذاب يقول لك بلي راه الدوله هي اللي غادي دير لك كلشي ولا اللي هي اللي غادي دير لك هذه ولا هي اللي غادي دير لك هذه ما كايناش هذيك الهضره فكره غلطه 100% خاصك انت اللي تكون انت اللي دير راسك انت اللي خاصك تنوض وتحرك وتكون حار حار زي زوار يعني دير كلشي لراسك هكا بهذا المفهوم وخاصك تقاتل من طبيعه الحال وغادي من طبيعه الحال غادي تفشل وتعاود تفشل وخاصك تقاتل المهم ما خاصك ما توقفش كيما طلع لي دابا انا بديت لاشين قال لي تيقول لي ودي داك الشيء زوين ولكن هذاك اللي تيقول لي قال لي كينصحني تيقول لي شكرا بزاف الناس اللي كينصحوني وشكرا بزاف الناس اللي تعطوا لي افكار جداد وشكرا الناس اللي كيدعموني وشكرا الناس اللي كيعلقوا وشكرا الناس اللي كيبارطاجيو من طبيعه الحال شكرا الناس اللي كتابونا وشكرا الناس اللي كيديروا لايك شكرا لكل شيء باش نكمل الفكره ديالي وباش نكمل الفكره المهم كي قلت خاصك تقاتل باش توصل لداكشي اللي بغيتي يعني ضروري خاصك تقاتل باش توصل لداكشي اللي بغيتي ولا ما تقاتلتيش راه عمرك غادي توصل لداكشي اللي بغيتي نهائيا واش غادي توصل لشي حاجه الا ما تقاتلتيش بحال عاود الجمله جوج المرات لا المهم اخوتي الكاميرا دابا قربت ديشارجا خصني ندير شارجا تصبحوا على خير نشوفكم مره اخرى عاوتاني في فلوق جاي فلوق نشوفكم في الفلوق الجاي ان شاء الله الفات لي راه وان شاء الله غادي يكون فلوق زوين عاد بحال اليوم واو اللي احسن من اليوم تشاو.